قلت لهم ازاي؟ انا بدور على حاجه تانية. ايه الحاجه اللي كنت بتدور عليها؟ انا مش هكدب عليك يا ريس، احنا كنا مزنوقين. انا مكسوف اقول لك اني كنت بدور على ورقه تخص منى عشان يشوف اذا كنا نقدر نوصل لاي فلوس. طب عليك يا اشرف انك جيت لي مباشره، دي مساله في غايه الاهميه، انا عاوز احتفظ بيها. ارجوك يا ريس، انا جيت لك عشان كده. انت مقرر ترجع لندن امتى؟ مهم ان منى تكون قريبه من عائلتها في الاوقات الصعبه دي.